خلنا احنا في البداية نعرف ايش هو العلاج الطبيعي واهميته. طبعا العلاج الطبيعي يعتبر من الباراميديكال اللي هو يسمونه الطب المساند. هناك كثير من التخصصات في الطب، وايضا هناك كثير من التخصصات ايضا المساندة للطب. مثلا في هناك تخصصات مساندة للطب تشخيصية، وفي هناك تخصصات مساندة أيضا للطب بس علاجية، تمام، مثل العلاج الطبيعي، مثل الأطراف الاصطناعية، مثل تقويم النطق، هذه كلها تعتبر اللي هو تخصصات طبية. ولما نقول نحن تخصصات طبية، معناته من الضروري أن تدرس فيها أو يدرس فيها كثير من المواضيع الطبية بشكل عام، إذا كان التشريح غيره من المواد. هذا بالنسبة للعلاج الطبيعي أولا كمعرفة إيش هو العلاج الطبيعي. لكن إذا جينا نتحدث عن مفهوم العلاج الطبيعي، فالعلاج الطبيعي كمفهوم هو مكمل، نعطي تعريف أو مفهوم العلاج الطبيعي بصورة مبسطة للناس، هو مكمل للعلاج الدوائي والجراحي. كيف يعني؟ يعني أي مريض، فهمتنا، لابد أن يتم علاجه عن طريق عن اللي هو بطريقتين، إما عن طريق اللي هو العلاج الدوائي أو عن طريق التدخل الجراحي. فلو قلنا مثلا العلاج الدوائي، فمثلا أن يصاب الإنسان بجلطة دماغية، يدخل عند طبيب إن كان باطني مخ أعصاب أو دكتور الباطني عشان يعد له الضغط، ثم يطلب من المختصين في العلاج الطبيعي اللي هو بإعادة تأهيل هذا المريض. ليه؟ لأنه وقف فيه جزء كامل من المريض، نصف كامل، اللي هو يد ورجل، وأحيانا تكون النطق أيضا فيه مشكلة عنده، فيصير هنا يحوله للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مهمته هنا ما بعد التدخل الدوائي اللي يعمله، يصير اللي هو التدخل المختص العلاج الطبيعي يكمل علاج الدكتور المختص بالنسبة للأمور الدوائية. وأحيانا أيضا يكون التدخل هناك اللي هو تدخل جراحي، كان نقول إصابات مثلا كسور غيره، فهمتنا، يكون هناك تدخل للطبيب المختص إذا كان عظام، إما بتدخل يعمل للمريض جبس لالتئام هذا الكسر، أو يعمل له اللي هو تدخل جراحي إذا كان مفتوح أو مغلق عن طريق الأسياخ والصفائح. يعني مرحلة العلاج، مرحلة الطبيعي. العلاج الطبيعي ثم يحول للعلاج الطبيعي، لأنه هناك في مضاعفات تحصل، لأن المريض فترة طويلة جالس ما فيش حركة مفصلية، تضعف العضلات، يصير تصلب في المفاصل، يحال إلى قسم العلاج الطبيعي اللي عمل تأهيل للمفاصل وتقوية العضلات.